السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه النهارده؟ فيديو جديد. طبعا قبل اي حاجه تصلوا على النبي عليه الصلاه والسلام، وطبعا اشكركم جدا ان احنا وصلنا 100 مشترك. اقسم بالله انا طاير من الفرحه، شكرا لكم جدا والله، يعني انا مش قادر اوصف لكم اقسم بالله فرحتي. فانا النهارده يا شباب جايب لكم تطبيق ازاي تشحنوا شدات ببجي موبايل مجانا من تطبيق. انا هسيب لكم اللينك في الديسكريبشن، وطبعا صلوا على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. تعملوا لايك وشير واشتراك قبل ما نبدا نعمل اي حاجه. بص يا جدعان، دي واجهه التطبيق اول ما تخشوا، تمام؟ وانا طبعا تاني بقول لكم انا بشكركم جدا يا جدعان، اقسم بالله عندي مشترك، وان شاء الله يا جدعان هيبقى في توزيع شدات وان شاء الله وكل حاجه. كل اللي عليك بس تشير الفيديو وتعمل لايك واشتراك وتعليق بقى جميل ما تنسوش. بص يا جدعان، انا هسيب لكم لينك التطبيق تحت في الديسكريبشن، هو ده التطبيق. حلو الكلام. ثانية، بصوا يا جدعان دي واجهة التطبيق. اول ما تفتحها دوسوا السلم كده، دي بطاقات باي بال لو انت عندك حساب في باي بال وبتحول دولارات وكده. بصوا دي واجهة التطبيق اول ما تفتح، تمام؟ اول ما تفتح هات البريد ده، هات البريد، تمام؟ اول ما تفتح كده هات البريد ده عشان ايه؟ تقدر تحول بطاقة جوجل بلاي. جدعان البرنامج ده عبارة عن اللي انت بتجمع الجواهر وبتبعتها لنفسك على طريق بطاقة جوجل بلاي. 10 دولار، 10 دولار دول يعملوا قد ايه؟ شدات ببجي سعيد يعملوا 660 شدة. بصوا كل اللي عليكم تكتبوا الكود اللي انا هحطه لكم برده في الديسكربشن، وفي اول تعليق اللينك والكود، بتدوسوا كده، تمام كده. انت خدت كام؟ كان معانا 200، بقى معانا 500، زودت لكم 300 ايه؟ جوهرة. اقول لكم بقى، شايفين الحتة دي كده اللي هي حتة جوجل بلاي؟ بنبص عليها كده، تدوسوا تسلم، تستلموا الصناديق دي عشان تاخدوا ايه؟ يا جدعان اقسم بالله التطبيق ده سهل جدا. انا هوريكم دلوقتي حسابي الاساسي، هوريكم انا جمعت فيه قد ايه فلوس. ساعة بس والله، فلوس ساعة بس. اهو يا جدعان بتاع جوجل بلاي ايه؟ 5 دولار ب180,000 جوهرة، و10 دولار ب360,000. ده يا جدعان دي كانت واجهة ايه التطبيق اول ما تفتحها، تمام؟ في 100 دولار، وفي 50 دولار وكده. انا هقول لكم ازاي التطبيق ده اصلا تلعبوه. كل عليكم ان انتوا تدوسوا هنا كده، تبداوا تصوروا، تبداوا تنزل السناره وانت بتجيب سمك. بس ده كل اللي عليك. تعالي الفيديو بتاعك، بصوا اول ما دخلنا بتدوس تجميع. لو انت عايز تجمع باي بال ده بيفرج على الفيديوهات اهو. بصوا بيقول لك خد 4000 جوهره، يعني بصوا بعد كل جيم تاخد 4000 جوهره، تتفرجوا على الفيديو وتاخد 4000 جوهره. انتوا متخيلين؟ هرجع لكم لما الفيديو يخلص. وطبعا يا جدعان الاعلان خلص اهو، واضاف لنا الجواهر دلوقتي، بقى معايا 8000 جوهره في يعني ما كملش دقيقتين كده، وبقى معايا 8000 جوهره. انا اقسم بالله يا جدعان قعدت على التطبيق ده نص ساعه، جمعت 100000 جوهره. بص يا جدعان، وان شاء الله يا جدعان يكون في فيديو ازاي تعمل حساب اصلا اللي هو بتاع جوجل بلاي، ازاي اصلا تستلم بتاع جوجل بلاي اللي جاي. وفي حاجات، في مميزات تانية في التطبيق، ان انت بصوا كمان لازم تعلي الليفلات بتاعت الصنارة، يعني من هنا كده تعلي، بس طبعا بالكوينات دي، تمام؟ انا طبعا مش عايز بيبال، انا عن نفسي كده واحد مش عايز بيبال. بصوا تقعدوا تعلوا كده في الصنارة عشان لما تيجي تنزل تحت. بصوا دلوقتي اهي نيجي نبدأ التطبيق. بصوا بس تقدمي تنسي نزل الحاجات دي كلها، صح؟ طبعا انتوا لازم تعلوا يا جدعان الحاجات دي، انتوا كده استلتوا 3 بس، احنا عايزين الست اكتر من 3. هتاخدوا 3000 جوهره، مش هقول لكم بعد كل جيم ان شاء الله هتاخدوا جواهر كتير. تجميع ده بيديك اضعافها، هرجع لكم لما الاعلان يخلص، تمام؟ احنا مش هنفضل نعمل اعلانات كتير كده، انا هرجع لكم على طول لما الاعلان يخلص. اهو يا جدعان دلوقتي الاعلان خلص، انتوا بقى علوا الحته دي كده عشان تستلتوا اكتر من خمس سمكات مثلا. فانا دلوقتي انا اصلا معلقه في الميل التاني، انا هوريكم الميل التاني لما لعبت عليه بس نص ساعه او ساعه بالكتير. بصوا جماعه دي طبعا ده اعلان برضو تاني عشان تعلي ليفل الاسماك اللي انت تاخدها، عشان تاخد اسماك. اهو يا جدعان دلوقتي انا عليته بقى 4 اسماك. ابدا كده العب، بصوا اهو نصيد 4 اسماك، نصيد الصناديق، خد الصناديق دي كمان. والله انا دلوقتي اعتبر كده خدت 4 اسماك. بصوا خدت 3000 ايه؟ 3000 جوهره، يعني هو تجميع طبعا. اهو يا جدعان دلوقتي انا هوريكم اخدت الجواهر دلوقتي اهو. في مميزات تانية في التطبيق، ايه اللي هتستخدمها يا جدعان؟ كل الاعلانات. وهو يا جدعان
جالي برضو غير. شفتوا يا جدعان التطبيق اقسم بالله سهل جدا. التطبيق عباره عن بيديك اصلا مكونات يعني بعد كل جيم 4000. بصوا يا جدعان هوريكم مميزات التطبيق. شايفين الحته دي كده؟ بس نجيب لكم تاني الحته دي كده. اعلان تاني بعد الاعلان يا جدعان ثانيه. بصوا يا جدعان كل اللي عليكم تدوسوا على البتاع دي كل ما تصطاد سمكه جديده. انا دوست عليهم. بصوا دوسوا على حوض الاسماك ده كده. جمع بقى انت انا اصطاد السمكه دي واصطاد كمان السمكه دي. بصوا السمكه دي بيديك كل ده على الجواهر. كل سمكه جديده عليها جواهر فاهمين. وهنخرج دلوقتي من ده اهو كده اتخرجنا منه. في ميزه ثانيه في التطبيق اللي انت مثلا ايه تخلي اصحابك تحط لهم الكود بتاعك وانت تحطهم هنا زي ما انا لسه عامل في اول فيديو. والكود انا هحط لكم تحت في الديسكريبشن في اول تعليق واللينك كمان بتاع الايه تحميل التطبيق. ده تطبيق سهل جدا والله. وهنا في لك في السبين ده ان انت تتفرج على فيديو واعمل لك سبين سنه. دوسوا هنا كده وتتفرج على الفيديو. ارجع لكم لما الفيديو يخلص. وهو يا جدعان خلصت الفيديو. بصوا بيقعد يلف كده لغايه ما يجيب لك اللي عليه الدور في اللك. دلوقتي يا جدعان خدنا 13 بيبان. انا طبعا مش عايز بيبان مش ههتم بيه قوي. اللي عايز طبعا بيبان اللي بيهتم بيه ده هيجيله كتير قوي يعني. فده كانت يعني كانت مس التطبيق. وهو يا جدعان دلوقتي شفتوا التطبيق سهل ليه يا جدعان؟ سهل جدا والله يعني سهل قوي ان احنا نشحن منه. طبعا يا جدعان شغال عليه طبعا وزع شديد على الكل على اللي هيكتب لي تعليقات واللي هيعمل شيرات كتير. واكتر واحد هيجيب هيعمل شيرات ولايك ويشترك في القناه. وانا هسيب لكم لينك التطبيق ده والكود بتاعي اللي انتوا هتاخدوا منه الجواهر تحت في الديسكريبشن وفي اول تعليق. ويا ريت تشتركوا وتشاركوا الفيديو. وانا طبعا فرحان جدا بانه مشترك. وهيكون في طبعا اهم المكافئات طبعا ل 100 مشترك وكل حاجه انتوا نفسكم فيها. فبس يا جدعان ده كان تطبيق النهارده. وانا ان شاء الله هجيب لكم تطبيقات ثانيه. وهو ده يا جدعان تلموا القناه دي. وهوريكم يا جدعان دلوقتي الايميل بتاعي الاساسي. تمام هوريكم الايميل بتاعي الاساسي اللي اشتغلت عليه بعد نص ساعه. اهو يا جدعان ده من ايميلي الاساسي يا جدعان اهو. ده من ايميلي الاساسي. كل اللي عليكم ان انتوا بتلعبوا طبعا كده بس وتصطادوا السمك وتكسبوا الجواهر. ده اللي كل اللي عليكم. ان انا في نص ساعه بالظبط يا جدعان جمعت اللي انتوا شايفينه 100000. انا مجمع 100000 يا جدعان. انتوا متخيلين نص ساعه بس مجمع 100000. وهو كمان بيقول لي جمع 864 عشان انا في العيد. هرجع لكم لما الاعلان يخلص. يا جدعان بعد ما الاعلان يخلص يا جدعان انا معايا 100000 يا جدعان. وبتاعت جوجل بلاي اصلا هنا يعني بالتطبيق اصلا سهل. فمخلين بطاقة جوجل بلاي صعبة شوية حبتين عشان هو سهل هتاخدهم بسرعة. انا 360000 انا معايا 100000 دلوقتي يعني ناس 260000 بس. يعني والله مفيش اصلا من كده تطبيق صراحة ربنا. وكمان يا جدعان انا معايا تطبيق تاني بشحن بيه روبوكس في لعبة روبلوكس. حلو والله بشحن بيه روبوكس في لعبة روبلوكس. ماشي يا جدعان. لو عايزين ننزل عنه فيديو ممكن ننزل فيديو عنه بكره او بعد او كمان يومين. ويا جدعان يعني فرحوني كده زي ما انا بفرحكم. هجيب لكم تطبيق تشحن ببجي ببلاش وتطبيق سهله والله كويسه. يعني شيروا لي بقى الفيديو ولايكات كده والاشتراك بتاعكم يعني كده والتعليق بتاعكم التحفه. اقسم بالله انا برد على كل التعليقات يا جدعان. اي تعليق بيتكتب لي والله برد عليه. فانتوا يا جدعان اكتبوا لي تعليقات كتير ويعني اشتركوا في القناه كده وشيروا لي الفيديو يعني. وان شاء الله الفيديو عجبكم وان شاء الله تكونوا يعني عرفتوا تشحنوا منه. وده كل اللي عليكم والله مش اي حاجه. اللي انتوا كل اللي عليكم لما يا جدعان لما يجيلك حته يفضل تدوس على كليك دي تدوس على كده عشان تتلغي. كل اللي عليكم يا جدعان بتصطادوا وبتطلعوا سمك. ده كل اللي عليكم. وتعالوا الليفلات دي اهم حاجه. لازم تعالوا الليفلات دي يا جدعان اهم حاجه. لازم تعالوا الليفلات بس. وتطبيق كمان بيدعم كل حاجة جوجل بلاي وبطاقة امازون. وغير كده غير بطاقة الامازون هو كمان بيدعم باي بال. يعني انت لو عندك حساب باي بال حلو قوي جدا. يعني باي بال تكسب اكتر اصلا من كوارات. رجع لكم يا جدعان لما الاعلان ده. بس يا جدعان ده انا كنت عايز اقوله لكم يعني ان هو مفيش اسهل من التطبيق ده. هو بيدعم باي بال وبيدعم بطاقة امازون اهو. امازون بيدعم بطاقة الامازون وزاد باي بال كمان ومتجر بلاي وجوجل بلاي. يعني مفيش اصلا من كده تطبيق صراحة ربنا. وكمان في اللاكي هنا بتسحب من اللاكي بتدوس تتفرج على فيديو تسحب منها جواهر وكل حاجة انت عايزها. يعني في جواهر في باي بال في مفاجآت وفي كوين وكده في كل حاجة في التطبيق ده. التطبيق ده اسهل تطبيق انا شفته في حياتي بجد بجد.
بس يا جدعان، صلى على النبي بقى عليه الصلاة والسلام. بشكركم تاني وتالت مرة ان انا وصلت 100 مشترك، وده كله بفضلكم وشكرا لكم يا جدعان يعني. واشوفكم الفيديو الجاي بقى ان شاء الله ومع تطبيق تاني، وتطبيق اسهل منه طبعا، مفيش اسهل من ده طبعا. بس اشوفكم فيديو جاي يا جدعان، سلام.